السلام عليكم، يعطيكم العافية. تذكروا عينة اليورين اللي حكينا احنا شاكين انه هي فيها ستاف سبيشيز مش عامل بيتا هيمولوتيك، فاحنا حكينا بنعملها بانل للستاف، وحكينا عشان اذا احنا بدنا نعرف هل هي السافيلوكوكس سابروفاتيكس او اذر سبيشيز، نضع ديسك النوفو بيوسين، صح؟ اذا كانت ريزيستنت معناته سابروفيتيكس، ريزيستنت اقل من 16 ملم، اذا كانت اكبر من هيك اكبر من 16 معناته سنسيتيف، معناته هي ايش؟ اذر سبيشيز. يعني النوفو بيوسين ديسك هو للايدنتيفيكيشن لل سافيلوكوكس سابروفيتيكس، تمام؟ طيب اجيت انا عملت على المولر هينتون سنسيتيفيتي، اجيت ثاني يوم ما في جروث، طلعوا ما في جروث، البكتيريا مو نامية على المولر هينتون، تمام؟ طيب هون انا بحط كويستشن مارك انه ليش. طبعا في اكثر من تفسير، لكن التفسير اللي بالحالة هاي انه انا بفترض انه هذه مش ستاف عشان هيك ما طلعت على المولر هينتون. طب ايش الجرام بوزيتيف بكتيريا ما بتطلع على المولر هينتون؟ في عنا سبيشيز، most species of enterococcus ما بتطلع على المولر هينتون، بدها بلد، بدها ايش؟ بلد، بدها نعمل سنسيتيفيتي على البلد. فعشان هيك انا اجيت على السريع امبارح عملت جرام ستين للمين بليت اللي كان موجود عندي، وكانت الستاف كانت جرام بوزيتيف كوكاي. المميز بالانتيروكوكس انه ايش؟ انه الكواجوليز تاعها ايش؟ بكون سوري الكاتاليز بكون نيجاتيف، تمام؟ اذا ما عندك كاتاليز بدك تشوفه على جرام ستين. الجرام ستين عندي كانت كل كوكاي لحال، بتكون هي جرام بوزيتيف كوكاي بس ما بتكون كلستر وما بتكون ان تشينز. اذا انت شايف جرام ستين كثير بتحسها كل حبه لحالها، هاي انتيروكوكس. حتى على البلد فيها مميزه، بس انا رميت المين بليت، بس راح احمل لكم الصور انه لما تاخذ من الكولوني انا صراحه شكيت فيها بس ما دققت. فعشان هيك احنا المايكرو براكتيكال، كل ما مارست اكثر وصادفت اكثر عينات انت بصير شغلك صح وبصير تعمل ايدنتيفيكيشن صح. بس تاخذ من الكولوني بتحسها في ظل تحتيها، مش الفا هيمولوتيك ولا بيتا هيمولوتيك، بس بتحسها انطبعه تاركي اثر. هاي كمان للانتيروكوكس. ليش انا ما شكيت انها انتيروكوكس من البدايه مع اني شفت الانتيروكوكس كثير؟ لكن لانها كانت شوي كبيره الكولوني، الانتيروكوكس بتكون صغيره شوي، بين بوينت او اكبر شوي، وبتكون لوايت للجري هيك لونها عسكني، ولما ناخذ منها بتكون مطبعه، انا بسميها ظل او مطبع مكانها على البلد. طيب عملت جرام ستين، شكيت اكثر ان انتيروكوكس، عندك كاتاليز كان كاتاليزها نيجاتيف، تمام، معناته انا بدي اعمل البانل تاع الانتيروكوكس وين؟ على البلد، بعمل لها سنسيتيفيتي على البلد. وهاي شوفوا كيف الجروث واضح، واضح الزونات هيك اوضح من المولر هينتون. هذا المولر هينتون ما في جروث، تمام، وهذا شوفوا كيف احنا بنحط النايتروفيورنتين، بنحط الليفوفلوكسسين، بنحط السبرودار والفانكومايسين، التيكو. راح انزل لكم البانل تاع الانتيروكوكس الخاص باليورين، تمام، وهيك بكون الامور اوضح. واي حدا عنده استفسار انا جاهز يا جماعه، اي حدا عنده سؤال، اي حدا عنده معلومه كمان نستفيد منها ونتشارك فيها، ما عندنا اي مشكله باي وقت، يعطيكم العافيه. اذا ايش هي انتيروكوكس فيكاليس او انتيروكوكس سبيشيز مور ذان 10 تو ذا باور اوف 4، وبتطلع البانل تاع الانتيبيوتيك. بالحاله هاي عندنا النايتروفيورنتين السنسيتيف والفانكومايسين، انا قستهم يعني الزونات، والتيكوبلانين والاذر ريزيستنت. راح انزل لكم البانل الخاص بالانتيرو فور يورين، تمام، يعطيكم العافيه.